انت يا بنت يا نور انت يا نور انت يا بنت هل البنت دي اتجننت ولا ايه؟ الله يخرب بيتك البنت دي بتجننوا انت وسجال الله يخرب بيتك البنت دي بتجننوا انت وسجال خلصهم كلهم ها؟ ايه ده؟ ايه اللي عملتيه ده يا نور؟ كل اللي انا عملته يا بابا اخطفوا الاكل من قدامنا؟ بس يا عنتر اصبر الكبدة يا دعاء وايه اللي كبدة يا عنتر اصبر بقى؟ وايه اللي كبدة انت كمان؟ عامل ايه يا عمر؟ عامل ايه يا سجدة؟ ايه اخبارك؟ يلا كلي مع عمر شطورة يا ديدة هو انت ليه طب ما جيتيش قلتي لي يا ماما وانا اعمل لهم احسن من ده بكتير واجيب لهم احسن من ده بس يا ماما بصراحه انا من شويه كنت واقفه انا وواحده صاحبتي ولقيت بابا لما عمر طلب منه ان هو يجيب له اكل بابا عامله بطريقه وحشه عمو اللي جاي ده يا سجدة ممكن يدينا حاجه ده عمو ممكن تدينا حاجه نجيب بيها اكل اكل عشان ما اكلتش من امبارح والله شحات يعني عايز تشحت متربع على الشحاته من صغرك لو جايب اختك الزواره كمان تشحن اقعد اقعد لا عليك يا عمو ممكن تديني حاجه نجيب تاني اقعد يلا هو بابا بيعمل عيال حاجه القرف اللي بيربوكوا على الشحاته من صغركوا دول حرام عليه والله وايه اللي انت بتعمله ده عنتر مفيش فايده يا اخي حرام عليك يا اخي يا اخي انت مش شايف ده انت عندك بصيره حتى دعاء ما كانش معاها فلوس في جيبها دعاء كل الفلوس في الفيزا دعاء اديك قلتها كل الفلوس في الفيزا وجيت لقيت احسن اكل روح يا نور جنب بابا كده سنة شاطرة يا ديدة عايزة حاجة تاني؟ عايزة ايه؟ مش جايب لك كبدة تاني يا نور عايزة ايه؟ عايز حاجة تاني يا عمر؟ بقول لك ايه يا عمر واحدة مني كل يوم الغدا اللي انا هتغدى جوه هطلع لك منه او تيجي تتغدى معانا انت وديدة ايه رأيك؟ ماشي؟ بس بقى بطلوا نتانا ماشي اللي بيقعد يقول انا الحاجة اللي في جيبي تكفيني وتكفي اهل بيتي بالعافية دي اسمها نتانا دي اسمها ان انت ما بتعرفش التاجر مع ربنا والله العظيم لو اخر جنيه في جيبك وجبرت بيه حد مش عارف يعمل اي حاجة ولا عارف ياكل لقمة حاف اقسم بالله ربنا هيبعت لك اضعاف اضعاف اللي انت طلعته حصل الله تجارة مع الله تجارة مع الله حاولوا تفهموا يعني ايه تجارة مع الله الحاجات دي بالذات ما بتخسرش والحاجات دي بالذات بيبقى ليها وقتها ودي ليها مكسب مهول انت مش هتشوفه دلوقتي المكسب دنيا واخره خلي بالك بالظبط مش في الدنيا بس دي الحاجه الوحيده اللي بيبقى ليها دنيا واخره السلام عليكم